نحن لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، والختام مثل العادة بيكون مع تقريرنا الرياضي. نتمنى لكم نهار أحد حلو، ونشوفكم بكرة 7:30 بحلقة جديدة. باي باي. شارك النجم الدولي الإسباني ومدافع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرار بيكي في مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد امبارح السبت ضمن الجولة 13 من الليغا الإسبانية، وخاض بيكي بهذه المشاركة مئويته الثانية من حيث المباريات الملعوبة بقميص النادي الكتالوني في مسابقة الليغا، وتمكن بيكي من تحقيق الانتصار مع برشلونة في 155 مباراة من مبارياته 200 بنسبة انتصار ب 71% من مجمل مبارياته فضلا عن 17 هدف. أكدت تقارير صحفية صادرة من الأراضي الإسبانية امبارح السبت أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم نفت ما تم تداوله من أخبار حول منع الفريق من إجراء أي تعاقدات جديدة لفترتين من الانتقالات، فبعد ما قامت اللجان المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم بفتح تحقيقات مع العديد من الأندية العالمية حول الصفقات المبرمة من قبلها مع لاعبين دون السن القانوني ومن ضمن ريال مدريد، وهي التحقيقات التي أدت إلى معاقبة فريق برشلونة الإسباني بحرمانه من إجراء أي تعاقدات جديدة لموسمين كاملين، إجا الدور على الفريق لكي ليتلقى نفس العقوبة بحسب ما نشرت صحيفة موندو ديبورتيفيو الإسبانية. انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي التصريحات الاخيره يلي ادلى فيها الايفواري دي دروغبا مهاجم موريال امباكت الكندي حول اسباب الازمه التي يعيشها البلوز هذا الموسم، واشارت صحيفه ديلي ميل البريطانيه في عددها الالكتروني الصادر امبارح السبت بان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو اتهم دروغبا بالترويج عن كتابه الجديد بعنوان الالتزام الذي يحتوي على سيرته الذاتيه والعديد من اسراره عبر تصريحاته الاخيره حول عدم وجود شخصيات قياديه في البلوز، وقال مورينيو عندما تتحدث لتبيع كتابك فقط فأنا لن أستمع إليك. أكد مينو رايولا وكيل أعمال السويدي زلاتان إبراموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن موكله قد يعود إلى ميلان الإيطالي بعد انتهاء عقده مع النادي البريزي صيف العام المقبل، وفي تصريحات إعلامية أدلى فيها رايولا ونقلتها شبكة سبورتس مول البريطانية امبارح السبت قال عودة إبراموفيتش إلى ميلان في الصيف الماضي كانت معقدة بسبب ارتباطه بعقد مع النادي البريزي، أما الآن فإنها تبدو أسهل بعض الشيء، وأضاف العودة إلى إيطاليا في هذه المرحلة أمر صعب ولكن قد يكون القرار الذي ستتخذه في النهاية فاللعب بشكل مجاني أمر متروك للاعب. يسدى الستار على الموسم الحالي من سباقات سيارات الفورمولا 1 الأحد عبر سباق جائزة أبوظبي الكبرى، ولكن مع معرفة هوية البطل بالفعل فإن السائقين بدأوا يتطلعون إلى بداية موسم 2016، وحافظ مرسيدس على لقب فئة الفرق الصانعين، وفاز البريطاني لويس هاملتون بلقب فئة السائقين للمرة الثانية على التوالي والثالثة في مسيرته قبل 3 سباقات من نهاية الموسم، كما حصل زميله الألماني نيكو روزربرغ على المركز الثاني في الترتيب العام لفئة السائقين في بطولة العالم، ويتطلع روزربرغ للفوز بثالث سباق على التوالي والمحافظة على انطلاقته القوية أملا في امتداد نجاحاته إلى بداية الموسم المقبل. وقال روزربرغ الصراع على اللقب المقبل بدأ بالفعل، سنجرب بعض الأمور من أجل العام المقبل، لقد سارت الأمور بشكل جيد حقا بالنسبة لي وأريد أن أواصل ذلك، وأضاف لقد ظهرت في آخر سباقين بشكل رائع في المكسيك والبرازيل لذا فإنني أدخل السباق الأخير بروح معنوية عالية، وأشار بالتأكيد ستكون المنافسة شرسة مع لويس كما جرت العادة، ولقد شاهد الجميع المنافسة القوية من جانب فيراري أيضا في ساو باولو لذا لن يكون الأمر يسيرا، مستعد للمعركة وأتمنى أن أقدم عرض رائع للجماهير في نهاية العام. وأحرز هاملتون لقب سباق أبو ظبي في العام الماضي ليتوج بلقبه الثاني في بطولة العالم، ويمني السائق البريطاني نفسه بتكرار نفس الإنجاز في الليلة الاستثنائية في موسم الفورمولا 1. وقال هاملتون مضمار ياس مارينا مكان رائع لإنهاء الموسم، المنظمون بذلوا الكثير من الوقت والجهد لتصميم المكان الأكثر إثارة وأستمتع حقا بالقيادة على هذا المضمار، وأضاف إنه أيضا سباق يقام في الغسق حيث يبدأ في وقت متأخر عصرا ويستمر في الليل وهو أمر غير مألوف، وأعتقد أن من الممتع مشاهدة هذا السباق على شاشة التلفاز. وخلف هاملتون روزربرغ يأتي الألماني سيباستيان فيتال سائق فيراري يلي بدأ يوجه أنظاره بالفعل لموسم 2016 في أول موسم له مع فريقه الجديد واللي شهد تحقيقه 3 انتصارات وصعوده إلى منصة التتويج 13 مرة. وقال فيتال نريد أن نبدأ العام الجديد كمرشحين للفوز وأن لا نكتفي بالانقضاض عندما يحدث شيئا ما للمتصدرين. وهناك صراع آخر بين السائقين على المركز الرابع الذي لم يتحدد بعد، حيث يتفوق فاليتري بوتاس سائق ويليامز بفارق نقطة واحدة على كيمي رايكونن سائق الفيراري، حيث يمتلك الأول 136 نقطة مقابل 135 نقطة لرايكونن. كما يدخل البرازيلي فيليبي ماسا زميل بوتاس في لعبة المنافسة حيث يمتلك 117 نقطة، لكنه يحتاج إلى الفوز بلقب سباق أبو ظبي من أجل الحفاظ على أي فرصة له في الحصول على المركز الرابع. وفي القاع عاش فريق ماكلارن مسيرة محبطة في الموسم الحالي حيث يحتل المركز
المركز الثاني من القاع برصيد 27 نقطة، متفوقا فقط على فريق منور صاحب المركز الأخير والذي لم يحصل على أي نقطة هذا الموسم.